مباشرة نسير بكم مع هذا الشوط وهو الشوط الثنائي لبكار المهجنات الأصايل. نشوف وناخذ اللي في المركز الأول، اللي في المركز الأول في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي واسمه شديدا. ننتقل إلى المركز الثاني، شديد أيضا هنا في المركز الثاني لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عتيج بن سالم بالعرض الحميري. مناورة وصلت وانتقلت إلى المركز الثالث، إلى المركز الثاني، ومرحبا بمناورة صاحبة كاس أيضا هنا على أرضية هذا الميدان. ها هي مناورة تغير وتنتقل إلى مقدمة هذا الشوط لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الرابع إلى الثاني في هذه اللحظات الشاهينية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر حمد بن خميس الغويص. ننتقل إلى المركز الخامس، وفي المركز الخامس ريمة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني بقيادة المضمر سالم بن عامر المدهوشي. وفي المركز السادس العنود في المركز السادس لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. فريدة في المركز السابع، فريدة في شكلها، فريدة في نوعها، فريدة في أداها لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الثامن ناخذ اللي في المركز الثامن، واللي في المركز الثامن أيضا فريدة، فريدة لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز نشوف اللي وصلت وخذت المركز التاسع، المركز التاسع مصيحة لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم ومضمر مصيحة سلطان بن سيف المقبالي مضمر النصيب الذي صالت وجالت على أرضية الميادين وخاصة على ميدان الشحانية عندما انتزعت السيف وحدته إلى أهل دولة الإمارات العربية المتحدة. ننتقل إلى المركز العاشر، وفي المركز العاشر سمحة لهجن الرياسة بقيادة المضمر حمدان بن عوض بالشيلة العامري. هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل. ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم متابعينا الكرام إلى مقدمة هذا الشوط وإلى الشاهينية. الشاهينية بدأت تغير وتنتقل وتندفع إلى مقدمة هذا الشوط، لكن هناك كلام ثاني من عند مناورة. مناورة لا زالت تناور على مقدمة هذا الشوط من إمبراطورية هجن العاصمة بقيادة المضمر الواثق دائما من هجن العاصمة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني الشاهينية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر حمد بن خميس الغويص. ننتقل إلى المركز الثالث، وفي المركز الثالث شديدة والركض فيه شدة في هذا المساء مع الثنايا البكار المهجنات لأصحاب السمو والشيوخ. شديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر غايد العمليات في الفرقة 11 التراثية المتواجدة في منطقة مرقم السيد علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. أيضا هناك شديدة ثانية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز الخامس ريمة في المركز الخامس قادمة من دولة قطر من ميدان الشحانية للمشاركة هنا على أرضية ميدان المرموم الميدان الذكي. ريمة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني بقيادة المضمر سالم بن عامر المدهوشي. مدهش المضمرين مع ريمة تتسلل من مركز إلى مركز، وفي هذه اللحظات تندفع إلى المركز الثاني. ننتقل إلى المركز الخامس وفريدة في المركز الخامس، فريدة في هذه اللحظات لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. نرى اللي في المركز السادس، المركز السادس سمحة لهجن الرياسة بالشعار الحمر لون الخطر
مر وعبر إلى المراكز المتقدمة بقيادة المضمر حمدان بن عوض بالشيلة العامري. وفي المركز السابع الشاهينية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر حمد بن خميس الغويص. وفي المركز الثامن فريدة لهجن العاصمة تغير إلى المركز السابع. وفي المركز الثامن العنود لهجن العاصمة والهنتين بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. الاجتبي الشاهينية في المركز التاسع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر حمد بن عبد الله بطير العامري. هذه النتيجة. المركز العاشر الفائز لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير. الاجتبي. ونرجع إلى مناورة. مناورة لا زالت تناور على مقدمة هذا الشوط كما عودتنا عودت جماهيرها ومحبينها. ها هي مناورة دائما تناور مع الذهب مع الرموز مع التحدي مع أشواط الرموز في يوم الختاميات. مناورة وهي على مقدمة هذا الشوط ومبتعدة بالمقدمة هذا الشوط بدأت تغادر بدون أي أوامر ولجوء إلى المضمر الواثق. ركضت الغاي وعرت الغاي بانت المنصة في عينها بدأت تحرك محركاتها. يا سلام يا سلام قبل لوحة الإعلان وهي تحرك محركاتها. الدفع رباعي على مقدمة هذا الشوط بقيادة مناورة على مقدمة هذا الشوط كما عودتنا عودت جماهيرها عودت محبينها محبيني هذا الشعار الشعار الملكي شعار هجن العاصفة على ظهر مناورة وهي على مقدمة هذا الشوط. ريمة الضيفة أيضا بدأت الآن تتحرك بدأت تحرك محركاتها لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني بقيادة المضمر سالم بن عامر المدهوشي. وفي المركز الثالث فريدة خادمة أيضا خادمة من منطقة النخلي. فريدة في نوعها فريدة في شكلها فريدة لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير. الاجتبي. يا سلام يا مناورة يا سلام يا مناورة. ها هي مناورة دائما تناور على مقدمة هذا الشوط بالمقدمة. ها هي مناورة لا زالت مبتعدة لا زالت تزيد من سرعتها على مقدمة هذا الشوط. ألف ألف ما شاء الله على هذا الأداء المتميز في هذا المساء المتميز في هذا الأداء تحت أقدام مناورة وهي تقدم أحسن عروضها بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. مناورة إلى الفوز كما عودتنا عودت جماهيرها ومحبينها. هي من إمبراطورية هجن العاصفة. ها هي إمبراطورية هجن العاصفة تشاهدونها في هذا الموسم 2015-2016 إن شاء الله مع الذهب مع الرموز مع السيوف. سلام سلام عليك يا هجن العاصفة على هذا الأداء المتميز. تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. تهانينا للمضمر الواثق دائما من هجن العاصفة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. الاجتبي الثاني فريدة. المركز الثالث العنود. المركز الرابع فريدة لهجن العاصفة رباعية على المقدمة. وفي المركز الخامس الفايزة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. هذه النتيجة والشوط رباعي بهذا الشعار الملكي شعار هجن العاصفة على مقدمة هذا الشوط كما عودنا عود جماهيره عود محبينا. ها هي مناورة بعدما ناورت ووصلت إلى خط النهاية تتجاوز لوحة الستة كيلومتر في زمن وغدرة 9:34 ست أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة تهانينا للمضمر الواثق دائما من هجن العاصفة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. الاجتبي. نعم بالواثق وتضميره يوفن السبق ولا يخلفن. المركز الثاني فريدة 9:37 من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة. العنود في المركز الثالث. نشوف العنود في المركز الثالث
تسع دقائق 38 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، تهانينا للجميع والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا الكرام، احييكم